اكسب ولا العب كويس؟ والله انا عاجبني جدا التقرير ده، وعاجبني ان هو جاي في توقيت مناسب جدا، ماشي. لان حضرتك اكيد متابع نبض جماهيري النادي الاهلي بعد مباراه الاهلي وسيراميكا. ماشي. الطبيعي ان احنا كسبانين، ومش كسبانين بركات ترجيح، انت صحيح. كسبان 2-1 ومع ذلك الجماهير مش راضيه. السوبر ده يا كابتن كاشف لامور كتيره جدا، او بمعنى ادق كان في اكذوبه دايما بتقال ان جمهور النادي الاهلي يهمه بس يكسب المباراه وما يهموش اي اداء تاني، في مقابل انديه اخرى تقول لك احنا عندنا افضل لعيبه في مصر واحنا بنلعب الكره الحلوه والكلام ده كله. الموضوع ده اختفى تماما، او بمعنى ادق الموضوع ده تم البرهان عليه في السوبر ده والسوبر الافريقي اللي فات، ان فكره ركلات الترجيح او الفوز بركلات الترجيح او الفوز بدون اداء مقنع لجماهير النادي الاهلي غير مرضي. ليه؟ جماهير النادي الاهلي وصلت لمرحله انا عندي رفاهيه. بمعنى ايه عندي رفاهيه؟ انا راجل بحقق 4 5 بطولات كل موسم، فانا خلاص وصلت لمرحله البطولات بتيجي. انا دلوقتي بفكر في ان انا استمتع بفريقي. طب لو لعبتي ما ادتش الاداء اللي يقنعني وانا كسبان، لا انا عندي ازمه. وده اللي احنا شفناه، انت كسبان سيراميكا كليوباترا، كسبان في الماتش في 90 دقيقه، وده اللي انا كسبان اكدت 2-1. عليه تاني. لكن القصه ايه؟ انا عايز امتاع، بس برضو رفاهيه الامتاع دي ممكن نتخلى عنها في بعض المباريات في النهائيات. طيب خليني اسالك يا فارس عن قصه مباراه سيراميكا وحاله الغضب الشديده جدا لدى جماهير النادي الاهلي. وكان فعلا الغضب ده من الاداء بس؟ ما هو انت كسبان خلاص، هل من الاداء ولا هل من الشكل ولا هل من التشكيل ولا هل من الاداره الفنيه للمباراه؟ هو غضب مبرر جدا. مبرر؟ طبعا كويس. طبعا، وبشوف ان احيانا الجمهور ترمومتر الاداء. ليه؟ لان الجمهور اتكلم في نقط كلها انا بشوفها صحيحه، وكمان الفنيين، اغلب كلام الفنيين راح لنقاط انا بشوف ان دي من المباريات اللي الكولر قليله يعني محدش ظلمه في التقييم. ده نروح فيه اللي جاي الافضل اكيد، ولكن المباراه نفسها اولا انا عندي حاجه مزعلاني كابتن شوبير شخصيه، ومستني لعيبه الاهلي تصالح جمهور الاهلي فيها في المباراه النهائيه، اللي هي ان انا كنت مستني الروح تكون مختلفه قبل الفنيات. نعم. من اول دقيقه جمهور الاهلي زعلان، احنا خسرانين السوبر الافريقي، الجمهور مش راضي، اللعيبه نفسها المفترض الجمهور منتظر منها شكل معين. انا في الملعب ما حسيتش ده قوي، ماشي، ما حسيتش ده قوي، مستني احسه في النهائي. حلو. ربما برضو سيراميكا والمباراه والتغييرات ما خلتش كل لاعب يطلع اللي عنده، لان ده شق فني مهم. كولر بقى يعني كولر، انا من الناس العاشقين لكولر، واللي شاف مسيرته مع النادي الاهلي قويه جدا، شافه من انجح المديرين الفنيين في تاريخ النادي الاهلي قولا واحدا. نركن بقى ده على جنب، نروح في ال 90 دقيقه اللي عادي اعظم المديرين الفنيين عملوا مباريات سيئه. طيب اختيار التشكيل، ربما اتفهم فكره محاوله وجود حد يخلق التدرج بالكره والخروج بالكره اللي هي ازمه من بعد رحيل عبد المنعم، انك ما بتطلعش بالكره صح، ثم داري اللي ايضا بيطلع بالكره افضل نسبيا من الناس اللي موجود، فحاولت تحط قفشه امام على الطرف عشان تبدا تطلع بالكره من العمق وعلى الطرف، بس حطيت نيدفيد واكرم، فكره التدرج بالكره معاهم صعبه. نعم. وجود امام عاشور جناح، وانا اتفهم ان كولر حاول وصمم ان هو يبقى على رضا سليم. نعم. والراجل ده ما يمشيش. طب الراجل ده ما يمشيش، امام عاشور بيلعب طرف وهو مش موجود، ثم طبعا طاهر كان موفق في المباراه، حاجات كتير جدا فنيا جوه المباراه. كابتن شوبير انت حاسس ان التركيبه دي مش هي افضل حاجه. سيراميكا محاولاته عليك اكتر، الاستحواذ اكتر، دي مش هويه النادي الاهلي. وهنا لازم اقف عند فكره الهويه، انا ممكن اغير، وانا اتفهم كولر انه ربما عارف راهم بكل اللي على الترابيزه كده على المباراه النهائيه. بس دي كانت مخاطره ومقامره وليست مغامره. لان انت ما تضمنش المباراه ايه، وفعلا المباراه كانت ممكن تروح في اي وقت. صحيح. فده في صعوبه شديده جدا ان انت هتعمل ايه في المباراه الجايه، ولكن ربما اتفهم بقى، ما هو كل حاجه لها وجه قبيح وجه حسن. نعم. انا خلاص اشتريت الوجه القبيح في مباراه سيراميكا، ماشي، اتفهم بقى ان عندي اسامه ابو علي فت عن اي مدافع في الزمالك لان هو راجل مريح. اتفهم ان حسين الشحات فت عن اي لاعب، اتفهم ان مروان عطيه اللي كان راجع من المنتخب ريحته. اتفهم ان انت انا عديت معاك الصعب، بس انا بقى مفترض في المباراه الجايه الاقي ثمار ده. وعندنا مشكله كده يعني في سرعه التحولات، التحولات الدفاعيه للهجوميه مش ده معدل الثواني اللي كان بياخدها الاهلي، لا احنا بطاء جدا
في التحولات، والارتداد الدفاعي والتحول من حاله الهجوم لحاله الدفاع برضه بطيء جدا في استعاده الكوره. يعني اتمنى يتعلم من محمود عاشور، الراجل راجع يعني الكوره على الفار في ثانيتين، نتعلم منه السرعه. انت بتتلكك عايز تنكشني في الفار وفي كوره بيراميدز، لكن ده يخليني اسالك واسالكم انتوا الاثنين السؤال المشترك عن المباراه القادمه. عايز تتكلم عن اللي فاتت اتفضل زي ما انت عايز، لكنه هنا فارس واتصلنا للمباراه اللي جايه. اتفهم وان انت وان غامرت وان قامرت عشان مباراه الزمالك او ايا كانت، كانت المباراه النهائيه فتصادف النهائي امام الزمالك. هل كولر هنا هيغير من طريقته، هيغير من اسلوبه، هيغير من تشكيله، ولا ممكن يفاجئنا بنفس الطريقه ونفس التشكيل ونفس الاسلوب؟ بص يا كابتن، بصيت انا وفارس واكيد حضرتك عمالين نقنع نفسنا ان كولر بيعمل كده على اساس يحضر المباراه النهائيه. نعم. لو هو فعلا بيعمل كده انا هكون مستريح. ماشي. لكن انا مش حاسس ان هو بيعمل ده. لا هو بيعمل كده. بيعمل كده؟ لا احنا لو قلنا مش حاسس احنا مش مستريح، مش كلنا نقلق ونجيب ناس تقلق. مش احنا اقنعنا نفسنا؟ اقنعنا نفسنا. هو كان بيعمل كده يا عم اسامه. خلاص. مشيها بيعمل كده. يبقى هو كان بيعمل كده. كان بيعمل كده ولا كانش بيعمل كده؟ هو ما فيش، انا مش هقبل خيار تاني. خلاص كان بيعمل كده. مش بجد مش قادرين نقبل والله غير انه بيعمل كده. خلاص بقى. لكن التشكيل لا، لازم التشكيل يتغير. انا كابتن الحلقه اللي فاتت مع حضرتك قلت لك ايه؟ ده في 7 لاعبين لعب مش هيلعبوا السوبر السوبر الجديد مع سيراميكا كليوباترا اللي لعبناه السنه اللي فاتت. لا لقيت منهم لعيبه موجوده في الملعب. انا فوجئت ان طاهر محمد طاهر مهاجم ومع كامل احترامنا بذل مجهود كبير، سجل هدفين، نجم المباراه. نعم. ولكن لما تيجي تتكلم في طبيعه الوضع بتاع التشكيل مش طبيعي ان طاهر محمد طاهر. لا بس كويس يعني اتمرن كويس، فورمه كويسه، قدم بشكل جيد ما شاء الله. وجد. نعم. لكن الازمه اللي انا بتكلم فيها، انا عندي لعيبه في وسط الملعب، انا في لاعب في وسط الملعب يا كابتن 27 تمريره في 83 دقيقة. ما ينفعش. ما ينفعش عندي لعيبة حتى على الجانب البدني تبدأ تتكلم في ان المباراة لازم تنتهي.